اهلا بيكم طلابي طلاب الصف الرابع في حلقه جديده على قناتنا قناه الاسكوله. النهارده اولاد هبدا في الدرس الثاني في الوحده الرابعه اللي هتكلم فيه عن ايه. هتكلم فيه عن الحياه الدينيه، وده الجانب الاهم عند الفراعنه. اللي هتكلم فيه عن تعدد الالهه عند المصريين القدماء، وهعرف ليه تعدد الالهه عندهم. هتكلم كمان الدعوه للتوحيد اللي هو عبادة إله واحد، الخاصة بالملك أمنحاوتب الرابع اللي هو إخناتون. هتكلم كمان عن حياتهم في البعث والخلود واعتقادهم بحياة البعث والخلود بعد الموت. هتكلم عن نقطة هامة كمان، وهي الاعتقاد بالثواب والعقاب، وإزاي كانوا بيقدموا كل شيء لمساعدة الميت بعد وفاته. تعالوا نبدأ حلقتنا في الحياة الدينية ونعرف حياتهم كان شكلها ازاي. اول نقطة هتكلم فيها اولاد دلوقتي، وهي مرحلة تعدد الالهة اللي هتكلم فيها ان كان لكل قرية ومدينة واقليم معبود خاص به. في حد يقول لي يعني ايه مس تعدد الالهة؟ تعدد الالهة يا اولاد ان كان في اكتر من اله بيعبد في الفترة دي، كان بيعبدوا أكتر من إله. طب الآلهة دي كان شكلها ليه؟ شكلها إزاي؟ أو كان ليه بيعبدوا أكتر من إله؟ ليه يا أولاد؟ لأن كان لكل قرية ومدينة وإقليم معبود خاص إيه؟ معبود خاص به، وعشان كده تعددت الإيه؟ تعددت الآلهة. أنا هنا بقول ليه تعددت الآلهة؟ لأن كان لكل إيه؟ لكل قرية وكل مدينة معبود خاص إيه؟ خاص بيها. طيب إيه كان اللي بيعبدوه؟ زي إيه كده يا أولاد؟ عندي زي الصقر، عندي زي العجل، كل دي كانت أنواع من الآلهة. طيب عملوا إيه بعد كده؟ عملوا إن هم كان في آلهة كمان اسمها تحوت ورع وخنون. دول كانت انواع من انواع الالهه اللي كانت بتعبد في الفتره دي، سموها بالمسميات دي، تحوت ورع وخنون، ودول اقاموا لها معابد ايه؟ ضخمه جدا. يبقى اما يقول لي هنا كانت في مصر القديمه تعدد الالهه ليه؟ لان كان لكل قريه وكل مدينه معبود خاص به. طبعا اغلبتها كانت من الطبيعه اللي هم كانوا عايشين حواليها، الحاجات اللي كانوا عايشين حواليها كانوا بيعبدوها، لان هما كانوا لسه ما يعرفوش يعني ايه ربنا، او ما كانوش يعرفوا مين ربنا سبحانه وتعالى، فكان كل حاجه بيشوفوها عايزين يعبدوها. زي مثلا الصقر، العجل، كمان في عندي كمان كانوا بيعبدوا مثلا الاله امون اللي هو رع، تحت، خنون، دي كلها كانت بتقى اولاد بتقام، واقاموا معابد ضخمه. اقاموا معابد ايه؟ ضخمه. طب المعابد دي كانوا بيقاموها ليه؟ لتقديم القرابين لايه؟ للالهه. لتقديم ايه؟ القرابين للالهه. وده سؤال بما تفسر، بيقول لي ليه اقاموا معابد ضخمه في الفتره ديت؟ لعباده هذه الايه؟ الالهه، وعشان يقدموا لها القرابين. يعني ايه القرابين يا اولاد؟ الهدايا، القرابين، الهدايا اللي كانت بتقدم ايه؟ ليهم. زي ما انا قلت لكم اهو، السؤال اهو لعباده هذه الالهه زي ما انتم شايفين، وعندي كمان تقديم الايه؟ القرابين لهم. يبقى انا كده اتكلمت عن الجزء الخاص بتعدد ايه؟ الالهه. لما يجي لي يقول لي تعددت الالهه، لان كان لكل قريه ومدينه اقليم ومعبود خاص به. طب هم ليه اقاموا المعابد الضخمه؟ لعباده هذه الالهه وتقديم القرابين ايه؟ لهم. طيب هتنقل لنقطه ثانيه دلوقتي، وهي ايه يا اولاد؟ النقطه الخاصه بايه؟ بخصائص الحياة الدينية. تتميز بإيه الحياة الدينية في الفترة ديت؟ زي ما انتوا شايفين كده، عندي تعدد الايه؟ الآلهة، وعندي البعث والخلود، وعندي الحساب بعد الموت اللي هو الثواب والايه؟ والعقاب. وكان بيخدم المعابد دي حاجة اسمها الكهنة، ودول كانوا خدام بيخدموا فيها لايه؟ للمعبد ده. الكهنة دول كانوا بيقعدوا بيقوموا في المعبد لخدمة الناس وخدمة المعبد الموجود اللي كانوا بيقاموا فيه الصلاة. طيب دلوقتي هتكلم على ايه؟
على مرحلة التوحيد. ظهر في الفترة دي توحيد الآلهة أو الدعوة إلى التوحيد اللي دعا لها أولاد الملك اسمه أمنحوتب الرابع اللي هو إخنته، وده كان أحد ملوك الدولة الحديثة. نادى إلى عبادة إله واحد سماه آتون ورمز لي بقرص الشمس. ومش كده وبس، لأ ده اتخذ من مدينة أخيتاتون عاصمة له، وده اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي. فعبدت الآلهة ودعا الملك أمنحوتب الرابع لأنه هو إخناتون إلى عبادة إله إيه؟ إله واحد، رمز بإيه يا أولاد؟ رمز لي بقرص الشمس. هذه الفترة أو الفترة دي كان بينادي بعبادة إله واحد وقال إن في إله ورمز لي برمز اللي هو قرص إيه؟ قرص الشمس. ودي كان لأول مرة يتم المناداة فيها بتوحيد الآلهة إلى إله إيه؟ واحد، لأن قلت لكم كان في تعدد في الآلهة لأن كان كل قرية وكل مدينة فيها معبود خاص بها. فبيقول لي هنا إن أحدث بذلك أول ثورة دينية في التاريخ، لأول مرة يتم إن في ناس تعبد إله واحد أو كلهم بيتجمعوا على عبادة إله واحد. ودي كانت يا أولاد بمثابة أول ثورة دينية فين؟ في التاريخ. طيب وكمان إيه؟ وكمان دي أول مرة مصر وفرعونها ينادي بعبادة إله إيه؟ واحد، التوحيد بدلا من تعدد الإيه؟ الآلهة، لتكون مصر زي ما أنا قلت لكم أول من دعا للتوحيد إلى عبادة إله إيه؟ واحد. يبقى ما أقول هنا تعددت الآلهة لكن تم توحيدها في عهد مين؟ لازم أعرف يا أولاد إن في عهد الملك أمنحوتب الإيه؟ الرابع اللي هو إخناتون، اللي نادى الإله إيه؟ بعبادة إله واحد رمز بالقرص الإيه؟ الشمس، وأحدث بكده أول ثورة إيه؟ أول ثورة دينية، لتكون مصر أول من دعا للتوحيد وعبادة إله إيه؟ واحد. طيب بعد كده هتكلم عن إيه؟ هتكلم عن مرحلة الاعتقاد بالبعث والخلود. المصريين يا أولاد زمان أو كان المصري القديم عنده اعتقاد كبير جدا أو كان اعتقاد غريب جدا في حياة البعث. لما الإنسان بيموت بيحيا مرة تانية أو بيقوم مرة تانية، اللي هي اعتقادهم بالبعث والإيه؟ والخلود. طب كان بيعملوا إيه في الحالة دي؟ كان الميت لما يروح هناك أو يدفنوه يحطوا معاه كل حاجته، أكله، شربه، لبسه، كل حاجة كان بيملكها، علشان لما يصحى مرة تانية يتلاقي كل حاجة حواليه. وده كان اعتقاد عند المصريين القدماء في الفترة دي. يبقى نتيجة الاعتقاد ده ان هم قاموا ايه كمان؟ بتحنيط جثث موتاهم. الجثث دي كان بيحتفظ بيها، ولغاية وقتنا ده لم يتم معرفة او ما قدرش يتوصلوا تم التحنيط ده، لان الجثث دي لسه موجودة لغاية دلوقتي من 7000 سنة ومحدش قدر يتوصل ليها، برغم ان في بعض البلاد جربت التحنيط ده وكان اخرهم 3-4 شهور والجثه بعدها بتتحلل. فقاموا بتحنيط جثث ايه؟ موتاهم. وكانوا ايه كمان؟ بيضعوا مع الميت كل ادواته، الاطعمه كلها والادوات اللي كان بيستخدمها في ايه؟ في حياته. وعشان كده اعتقادهم البعث والخلود ده كان ليه دور كبير جدا ان هم يحطوا ويحتفظ بالجثه ويحطوا فيه ايه؟ اكله وشربه وادواته، حتى لو كانت واحده يحط معاها ذهبها وهدومها واكلها وكل شيء كان بتملكه، كان بيحطوها في التوابيت دي. وعشان كده كان بيحطوها في مكان بعيد زي الاهرامات، دي كانت بمثابه مقابر كان بيحطوا فيها دفن جثث موتاهم، خاصه الملوك هم اللي كانوا بيحطوهم في المقابر البعيده دي عشان يحتفظوا بها اكتر وقت ايه ممكن. طيب ده بالنسبه لاعتقادهم في البعث والايه والخلود. سؤال من النتائج اعتقادهم في البعث والخلود كمان عمل عندي حاجة تانية، اهتموا زي ما أنا قلت لكم من بناء المقابر. طب لما يقول لي بما تفسر بناء المقابر ليه يا أولاد؟ ده سؤال مهم جدا. ليه المصري القديم كان بيبني القبور دي أو المقابر دي كانت بتتبني ليه؟ إيه يعني ليه كانوا بيعملوها؟ طبعا كانوا بيعملوها يا أولاد لدفن إيه؟ لدفن موتاهم. طب كانوا بيعملوا حاجة تانية، إيه هي يا ميس كمان؟ كانوا بيقوموا بتحنيط جثث موتاهم. طبعا اهتموا ببناء المعابد زي ما انا قلت لكم قبل كده عشان اقامه الصلاه على الميت. يبقى بيقول لي هنا اهتموا بالقبور ليه؟ لدفن ايه؟ موتاهم. طب اهتموا ببناء المعابد ليه يا اولاد؟ اهتموا بيها عشان ايه؟ عشان بعد ما تفسر
ليه؟ لإقامة الشعائر الإيه؟ الدينية. وعشان كده كانت بتقام هذه الشعائر الدينية والطقوس الدينية على الميت عشان يدخل عليه الفرح والسرور، ويعملوا رسومات معينة تدخل ليه البهجة وما يخافش من وحدته في القبر. وده كان اعتقاد عندهم في المصري القديم في الفترة دي. أنا عندي هنا سؤالين مهمين جدا، اللي هم إيه يا أولاد؟ اهتمامهم بالقبور ليه؟ لدفن موتاهم. طب ليه عملوا المعابد؟ لإقامة الشعائر الإيه؟ الدينية. طب كانوا بيحنطوهم ليه؟ لتعود الروح مرة إيه؟ تانية، عشان الروح ترجع مرة تانية ويبعث مرة تانية. طيب ده الجزء الخاص بمرحلة الإيه؟ البعث والخلود. يبقى أنا لما أقول هنا كلمة بعث يعني إيه؟ أنا عايز أعرف يا أولاد يعني إيه بعث؟ هي الحياة مرة أخرى بعد الإيه؟ بعد الموت. طب أنا عايز أعرف يعني إيه خلود؟ هي الحياة الأبدية اللي لا إيه؟ لا موت بعدها. يبقى أنا كده اتكلمت عن إيه؟ عن البعث والخلود. طب أنا عايز أعرف كلمة التحنيط يعني إيه؟ أو التوحيد يعني إيه؟ التوحيد هو اجتماع الناس على عبادة إيه؟ إله واحد في مقابل تعدد الإيه؟ الآلهة. يبقى أنا كده اتكلمت عن البعث، قلت هو الحياة مرة أخرى بعد الموت، يعني بيرجع مرة تانية. أما الخلود هي الحياة الأبدية اللي إيه؟ لا موت بعدها. توحيد هو اجتماع الناس على عبادة إله واحد في مقابل تعدد إيه؟ الآلهة، هم يعبدوا إله واحد. وأخرهم التحنيط هو حفظ الجثث إيه؟ موتاهم لتظل سليمة لفترة إيه؟ طويلة. يبقى ده حفظ جثث الموتى تظل سليمة لفترة إيه؟ طويلة. وعشان كده قالوا عليها إن هي اسمها إيه؟ تحنيط. واتكلمت هنا عن التوحيد، واتكلمت عن الخلود والبعث. كده أنا اتكلمت في الدرس بتاع عن إيه يا أولاد؟ عن عدة نقاط، تعدد الآلهة، وعرفت تعددك لأن كان لكل إقليم معبود خاص به. اتكلمت عن الدعوة للتوحيد، اتكلمت عن الأنحوتب الرابع اللي هو نادى بالتوحيد في الفترة ديت في عبادة إله واحد ورمز ليه بكرس الإيه؟ الشمس. اتكلمت عن البعث والخلود، وقلت إن حياة البعث والخلود دي الحياة الأبدية اللي هو بيحيا مرة تانية، وكانوا بيحطوا معاه الميت أدواته وحياته كل اللي بيحتاج إليه في القبر بتاعه. وعشان كده بنوا القبور ليه؟ لدفن موتاهم. طب ليه ميسي بنوا المعابد؟ لإقامة الشعائر والطقوس الدينية على روح الميت. وعرفنا يعني إيه بعث، يعني إيه خلود، يعني إيه توحيد، ويعني إيه تحنيط. ده كان الجزء الخاص بالحياة الإيه؟ الدينية. بعد كده هتكلم على آخر مرحلة، وهي مرحلة الحساب بعد الموت. المرحلة دي يا أولاد كانت بتتكلم عن إيه؟ إن الميت بيسأل عما فعله في الدنيا، فيجازى إذا كان صاحب العمل ده طيب، بيجازى عليه إن هو يبقى عمله إيه؟ طيب، فبيجازى بأفعال الخير. أما إذا كان سيء فيعاقب المسيء اللي كان بيعمل أعمال سيئة. وده سموه عندهم مرحلة الثواب والإيه؟ والعقاب. وزي ما انتوا شايفين كده كانوا عاملين زي ميزان، الميزان ده كان بيقاس بيه عملية الثواب والإيه؟ والعقاب، ويعرف مين هيدخل النار أو مين هيدخل الجنة، اللي هو الثواب والعقاب بالنسبة لهم. وده كان اعتقاد عندهم في عند المصريين الإيه؟ القدماء. دلوقتي هتكلم على أسئلة الدرس. كده درسي خلص، درس جميل وبسيط، هعرض عليكم بعض الأسئلة الموجودة عندي فيه. أول سؤال بيقول لي اكتب معاني الكلمات الآتية، وعلى فكرة لسه قايلاها، اللي هي إيه بقى؟ التحنيط. مين شاطر هيقول لي التحنيط يا أولاد؟ برافو. هو حفظ الجسم إيه؟ سليم، إيه؟ جثث موتاهم لتظل سليمة لفترة إيه؟ طويلة. يبقى هو حفظ جثث الموتى لتظل سليمة لفترة طويلة. طيب الجزء الثاني، البعث هو ايه؟ البعث هو الحياة مرة اخرى بعد الموت. طيب بعد كده بتكلم عن الخلود، هو ايه؟ هي حياة ابدية لا موت ايه؟ لا موت بعدها. ده التعريفات الخاصة اللي انا اتكلمت عنها، التحنيط والبعث والخلود. طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اكتب علامة صح او خطأ، او كلمة صح او خطأ أمام العبارات الآتية. نشوف أول سؤال، تعددت الآلهة عند المصريين القدماء فكان كل إقليم معبود خاص به. الإجابة دي إيه يا أولاد؟ برافو عليكم، شايفكم كلكم رافعين إيديكم. الإجابة دي طبعا صحيحة. شوفوا السؤال اللي بعده، دعا الملك تحتمس الثالث إلى التوحيد وعبادة إله واحد. هل ده صح أم خطأ؟
طبعا كلكم بتقولوا غلط، بتحط نص ملهوش دعوه بالايه بالتوحيد، اللي كان مين؟ كان من حوت بالرابع، يبقى العباره دي خاطئه. اعتقد النص القديم بعوده الروح مره اخرى الى الجسد بعد الموت، هل الاعتقاد ده كان صح يا اولاد ولا غلط؟ طبعا الاعتقاد ده كان ايه؟ صح. التحنيط عملية يقصد بها مساعدة الميت على أداء العبادات. طبعا العبارة دي يا ولاد التحنيط ملهوش علاقة بكده، أنا بحفظ الجسم فترة طويلة، يبقى العبارة دي إيه؟ خاطئة. أعتقد النص القديم في الحساب بعد الموت. العبارة دي صح أم خطأ؟ طبعا العبارة دي إيه؟ صحيحة. بما تفسر اهتمام المصريين ببناء القبور والمعابد؟ ليه لبناء القبور؟ دفن موتاهم. طب والمعابد؟ لإقامة الشعائر الايه؟ الدينية. وعشان كده اهتم المصريين ببناء الاثنين دول، القبور والايه؟ والمعابد. شوف السؤال اللي بعده. طبعا معبدة الإله في المعابد وتقديم القرابين، وقلنا القرابين اللي هي أولاد الهدايا. السؤال اللي جاي بيقول لي تعدد الآلهة عند المصريين القدماء ليه؟ لأنهم كان طبعا لكل إيه؟ كان لكل إقليم وقرية معبود خاص إيه؟ خاص به، وعشان كده تعددت الإيه؟ الآلهة، وحرصوا كمان على تحنيط جثث إيه؟ موتاهم، واعتقادهم في البعث والخلود لتعود إليهم الروح مرة إيه؟ أخرى. بما تفسر تزويد الميت في القبر قديما بالماء والطعام ليه؟ طبعا دي يا اولاد عشان اعتقادهم بايه؟ بحياه البعث والايه؟ والخروج والخلود. هو تزويده بالميت هنا ليه؟ عشان بيعتقد في البعث والخلود مره ايه؟ اخرى، وتعود الروح ليه ايه؟ الروح مره ثانيه. ماذا يحدث اذ لم يعتقد المصريين القدماء في البعث والخلود؟ لو ما كانش بيعتقد بهذه الظاهرة ايه اللي كان ممكن يحصل؟ طبعا اللي كان هيحصل ان هم هيعملوا ايه؟ لم يقوموا بتحنيط جثث ايه؟ موتاهم. طبعا اكيد يا سنة رابعة بعد دراستكم للحياة الدينية اتلاقيتوا ان الحياة مختلفة تماما، كمان انت عرفتوا معلومة جديدة وهي حياة البعث والخلود، اعتقادهم بأن الإنسان بعد ما بيموت بيحيا مرة أخرى، وعشان كده كانوا بيدفنوه في مقابر جافة وبعيدة عن المكان، وهي كانت الأهرامات اللي احنا بنزورها دي كانت بمثابة مقابر في العصر القديم، كانوا بيدفنوا فيها الملوك وكانوا بيحطوا معاه كل حاجة خاصة بيه اعتقادهم بكده. وزي ما انتوا شايفين عرفنا الثواب والعقاب وحياتهم كان شكلها ازاي، وعرفنا تعدد الآلهة في مصر القديمة كان عامل ايه. استنى كل استفسار في الحلقة بتاعتي، في اي حلقة اي سؤال اي استفسار ابعتولي وانا ان شاء الله هرد عليكم. اتمنى لكم النجاح والتفوق دايما على قناتنا، واستنى اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاية. سلام.